في بطولة دوري الأبطال هذه في هذا الموسم. من الجهة اليسرى إلى ذرغام، واحد من اللاعبين الخبراء في صفوف نادي القوة الجوية، وصلت إلى شريف عبد الكاظم، محاولة عراقية عرضية مرسول، الله السقور تحن في عالم كرة القدم، وبالتالي الجماهير لا شك في أنها تفتقد في هذه المباراة وفي الكثير من المباريات. هنا العمري، الله جول لمصلحة العام.